السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية ان شاء الله. مرحبا بكم معنا في قناتكم شهيوات الاخوات، فيديو جديد ووصفة جديدة. لأول مرة كتشاهدوا الفيديو ما تنساو تشاركوا معنا في القناة فضلا وليس امرا، تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ما تبخلوش علينا بلي لايك، ونتمنى نكونوا خفاف وظراف على قلوبكم ان شاء الله يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم هذه المقيلة ديال هذا السمك الابيض في مع البطاطا. غادي نبداو بالصلاه والسلام على حبيبنا محمد. هنا المكونات اللي غادي نحتاجو لهم عندنا جوج بطاطات، جوج مطيشات، واحد باذنجانه برانيه، هنا عندي واحد البصيله طريه تقدروا تستعملوا بصله عاديه، والسمك ثلاثه ديال التروسويات ديال السمك الابيض اي سمك كتفضلوا، واحد 100 غرام كذلك ديال القمرون حتى هو كيعطيها واحد اللذه زوينه. المهم هنا الكميه كتبقى على حساب افراد العائله. غادي ناخذوا المقيله هذه بحال ديال البايا، وغادي نبداو كنفرشوا فيها البطاطا اللي سبق لينا قطعناها دوائر هذا الشكل، بحال اللي كنديروا الطاجين ولا الطاوه ديال السمك في الفران. وغادي نبداو كنقادوا هذوك السمك الابيض في الوسط. غادي نخليو المقله ديالنا جانبا، وغادي نستمر بتقطع البرانيه كذلك دوائر نقطعوها. تقدروا تضيفوا اي خضره بغيتوا، داكشي كيبقى على حسب الرغبه. حنا في هذه الحاله درنا غير البطاطا والبرانيات كتجي حتى هي زوينه. غنحيدوا لها شويه هذيك الجلده الفوقانيه، ونبداو كنقطعوا فيها هكا دوائر، ما يكونوش رقاق بزاف وما يكونوش غلاط بحال هذا الشكل. وغادي نضيفوهم للمقله ديالنا حتى هما نستفوهم، ومن بعد غادي نضيفوا باقي المكونات. ندوزو دابا نقطعوا كذلك المطيشه طماطم حتى هي دوائر، ونضيفوها للمقيله ديالنا. ومن بعد غادي نضيفوا البصيله، بصيله طريه تقدروا الا ما عندكمش متوفره بصله طريه ديروا البصله العاديه، ولا كانت وحده متوسطه ولا نص وحده كبيره، الا كانت كبيره نص غير نص. هاد المقيله ديال هاد الحوت البيضه البنات ديال اخر ساعات، تقدروا توجدوها بالزربه دغيا قبل الفطور المغرب دابا في رمضان الا كنتو ما عندكمش الوقت بزاف. غادي نضيفوا البصيله ديالنا للمقيله، وغادي ندوزوا باش نضيفوا كذلك هذيك القمرون. التوابل اللي غادي نحتاجوها البنات، عندنا هنا واحد الرشيشه ديال الملحه على حسب الذوق، وغادي نديرو كذلك واحد شويه ديال الثومه غبره ما نكتروش، نص معلقه صغيره واحد شويه ماشي بزاف. وغادي نضيفو كذلك الابزار فلفله كحله واحد شويه، والفلفله الحمراء الحلوه تحميره حتى هي واحد شويه ما نكتروش. وهذو هما المكونات اللي العطريه التوابل اللي غادي نحتاجو. وغادي نضيفو واحد شويه ديال الربيع المعدنوس من الفوق، وزيت الزيتون واحد الرشيشه واحد الكميه ديال زيت الزيتون. وغادي نديرو واحد النص ديال الكاس ديال اتاي بالماء، غير النص ما نكتروش الماء. غادي من غادي نغطيو المقيله ديالنا بورق الطهي ورق الفران، نفزقوه بالماء ونديروه من الفوق، وغادي نرجع ليها البخار، وغادي تطلق لينا على ديك الخضر والسمك الماء ديالها. هنا غير نص كاس ديال الماء كيف ما كتشاهدوا، وصافي غادي نفزقوا ورق للفرن كيف سبقت قلت لكم، ونديروه من الفوق. نغطيو المقيله ديالنا مزيان ونديروها في الفوق من البوطه على نار متوسطه غاديه المهيله، نخليوها طيب على خاطرها. هنا كيف ما كتشاهدوا كيرجع لي هذاك البخار، كتجي رائعه كتوجد دغيا. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال اليوم ديال السمك الابيض. نتمنى تعجبكم هذه الطريقه ديال تحضير هذا السمك في المقله اللي شاركنا معكم، تبارطاجوها مع الحباب. بالصحه والراحه، وصلنا لنهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.